السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. السلام عليكم، شجان بخير؟ نتمنى دايرين بخير وعلى خير ان شاء الله. هاكا هي تما كنعارقة توريد نعارقة ذر حد، نعارقة ذر حد صباحا بالحد. أكم السر شوي الحسيمة شتو راه ما يهمل الجو قاد المليح فوش تقا مش مقاسة قاد السقس يعني ذنب ذو نيشان. نتمنى غير إن شاء الله أخا كسي عبير الوباء نفسقا المرض إن شاء الله، وذي شاف إن شاء الله وني يهرشند وني تقاسن زي المرضى ان شاء الله. وذي يحفظ ربي ان شاء الله وني ويرقب ان شاء الله باذن الله. يحفظ سيدي ربي يحفظ جميع المسلمين والمسلمات ان شاء الله. وعواشركم بروكا، رمضان مبارك سعيد للجميع ان شاء الله. كم شتورا ايثما الحسيمة ايكا جس كان ربحا ستورا الساد الجزيرة نتورا قن نقوات سواغهم لان ابريد قطوري يعني نبقى شوي دي فسا خوتي. كما سمعتوا اليوم راه الحد مع الصباح والشميشة راه يعني قول راس نقولوا السيف وصافي الصراحة، لأن الشميشة راه حارة شوية على الصباح، وفي وسط النهار غتكون حتى هي زعما يعني غتكون يكون شوية الحرارة طالعة. إوا الحمد لله كما كتشوفوا الجو الجو في الحسيمة راه مزيان، ونتمناو من الله ان شاء الله يرفع علينا هاد ربي العالمين هاد الوباء ان شاء الله. واللي مريض الله يشافيه ويعافيه، واللي بصحته الله يخلي له صحته ان شاء الله. هادشي اللي نقدروا نقول لكم، وربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ جميع المسلمين من المسلمات ان شاء الله. كما كتشوف اخوتي الحمد لله الشمس راه يعني حار على الصباح، ونتمنوا ان شاء الله في الصيف غادي تزورونا ان شاء الله وتدوزوا العطلة ديالكم هنا في الحسيمة بإذن الله، لأن الحسيمة في الصيف كتكون زوينة بزاف الصراحة، كتكون في واحد الجو رائع، يعني واحد الجو كيكون فيه زوين بزاف. أبشر ما يثما، نتمنى إن شاء الله ديال الصيف إن شاء الله ونجن جروبا غادي يصغر الحسيمة إن شاء الله. هذه السارة تم مهندس لكن مش تورا طبيعة جن دي الحسيمة تبارك الله يجن الطبيعة المليح يجن المنظر ما شاء الله زات يثمى زات المناظر يجن زات تبارك الله يجن المنظر عجيب يعني نقين در السجور كين دينا تسمى القضية يعني تحت حسن زات تبارك الله يا ربي زات المنظر زات تبارك الله زات يجن المنظر عجيب. كما كتشوف اخوتي مع هذا الربيع تبارك الله واحد المنظر غزال بزاف، شوفوا الحمد لله زادوا الشجر مع الجنب ديال الطريق، يعني الوضع هذا تزين بزاف صراحة. الحمد لله واحد المنظر زوين بزاف، هذا المنظر زوين
الحمد لله الخضوريه كيف دايره تبارك الله. شوفوا على الطبيعه تبارك الله، شوف الحمد لله كل شيء خضر، كل شيء خضر. شوفوا الفقاعة الثانية، شوف واحد المنظر غزال. وان شاء الله اليوم ولا في هذه الايامات ان شاء الله ديما جي ان شاء الله الا عندي شي وقت نطلعوا لذاك الجبل هادي نشوفوا عاوتاني القضيه كيف دايره تما، نديروا شي فيديو ان شاء الله باذن الله. حنايا طالعين مع الطريق، هاد المنظر زوين بزاف. ولا دابا الحمد لله كلشي خضر، شتو راه ماي تما كلشي داز هزه، الحمد لله كلشي داز هزه تبارك الله. يعني جا المنظر عجيب، جا المنظر عجيب والله، الا جا المنظر عجيب صراحه. كم شتوارا كين رسرا وخا دي جي تينا هكا تتواري مش جواف، لأن الحمد لله شو غزا غزا رسرا مارا كين رسرا إكينات إيكو بريد، يعني قضية تواري تبارك الله مش كين رسرا مارا إيكو بريد، مازال إن شاء الله يمكن يعني نجي تين غزا. يعني إيش المنظر عجيب الصراحة. يلا مشي كين رسرا رنتينا هذوك الشجور، يلا كيف داروهم عاد مازال كاع في هاد الأيامات اللي فاتت ما كانوا تما. يعني الحمد لله حسيمة راه صاوبوها الله يجزيهم بخير. شوف على الطبيعة كيف دايرة تبارك الله، كل شيء خضر الحمد لله والله العظيم. واحد المنظر عجيب، مش تورا ما يثمر زال المنظر، زال المنظر كيف داير تبارك الله، زال ليش المنظر عجيب والله، ليش المنظر عجيب على الطبيعة تبارك الله. كل شيء لذيذ، كل شيء خضر تبارك الله والله، الا واحد المنظر عجيب. شوف الحمد لله، شوف هادي كيل ندير شي دور على هي الفوق، هادي نولي ونشوفو شنو كاين ليه. غادي نطلعو مع الطريق نشوفو الطبيعة هنا الفوق، ما عمري طلعت هنايا، ليا بغيت نطلع دابا نشوف شنو كاين. أنا ريق دا غيه من خصامين دا مبسو دو ريخ، شوف على الطبيعة تبارك الله، شوف كانت سحبنا كاين على الدوزيام، هي كتبقى على البريمير. شوف هي كيف مع على الطبيعة هذاك، انا نشوف شوف على المنظر، انا شوف تبارك الله ايش المنظر عاجي والله، الا ايش المنظر عاجي. كان غزامين دا غنشوفو شنو كاين ما يتشاف هنايا. هاي هنا مشيت جات هاد المنظر غزال، شوف اللوزة، شوفوا اللوز تبارك الله، شوف اللوز تبارك الله كيف داير، شوف على الربيع تبارك الله، على الربيع كاين هنا، شوف اخوتي شوف، شوفي على المنظر هنا، شوف هاذ المنظر عجيب. عمري جيت هنايا،
غادي نشوف شنو كاين هنايا. شوفوا اخوتي على المنظر هنا كاين هنايا، شوف واحد المنظر غزال. صافي تما هي المنظر تبارك الله. هذا المنظر عجيب. وقيلا دكندات تجهيزات باش هذا بنان كما كتشوفوا، اولا داك المشروع اللي خصهم يكملوا عليه ما عارفش. مشيت ورا ما يتما داروا هنا الطريق، ما عرفني غادي يخرج على الطريق هذا. تبارك الله راه كيصاوب الصراحه، الله يجزاهم بخير. وعلى منظر كيف داير دابا غادي ندور ان شاء الله. احنا يا دورنا دابا هاكا نشي ندور هاكا شنو غندرو خا الطبيعة اللي تجينا زي الطبيعة تبارك الله. المنظر مشينا عماس ولا دوري زاهي هي الطبيعة تبارك الله. زاهي المنظر عاجي الطبيعة تبارك الله. زهر زهر يجب الطبيعة عجيب. أروح أنزع الطبيعة شميد غنى ومية نشوفوا الطبيعة في الهبوط. شوفوا الحمد لله على الطبيعة يجب الطبيعة عجيب. شوفوا على اللوز، شوف تبارك الله الشجور ديال اللوز ديال الكوش تبارك الله. شوف 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 على منظر هنايا اول لو هي شجرة اللوز. شوف شوفوا شجرة اللوز. شوف دابا ضربت فيه الشميشة، شوف كيفاش كتمشي. شوف اللوز تبارك الله تبارك الله على منظر هنايا، واحد المنظر زوين الصراحة. شوف 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 على النوار كيف داير تبارك تبارك الله على المنظر. والله الا واحد 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 المنظر عجيب. شوف اخوك على إيه المنظر ما شاء الله الصراحة. إيه المنظر عجيب. هاكا مشيت ورا ميت ما كنت سواق زعما المنظر سقا يا بريد أبريد السفوغ الحسيمة يستلف من الحسيمة. مشيت ورا ميت ما إيه المنظر دا عجيب وقد راية زعما فيها ربيع يتما. شوفوا شوفوا أخوتي الله ربيع كيف داير تبارك الله. هذا المنظر عجيب. هذا المنظر ما شاء الله. احنا يا ودنا امشط ورا ما يتمنى هواد امشى انا عماس عماس واد واد دوسيخ اتن عرام ما قديش ندور هذا قمانين. ميثم على الطبيعة زاد تبارك الله. أمشت ورا ميثم حسيمة قا ليس النشاط مغار ديرو كثر الصراحة
كاين النشاط عجيب عجيب. والنيت غير سندا راه يعجب المنظر اللي جا هذا العام ان شاء الله الحسيمه يزور الحسيمه لا يعجبوا الحظ الصراحه، لان الحمد لله هذا العام فيه واحد الخير كبير مع هذا الشتاء اللي طاحت الحمد لله، نفعات المنطقه بزاف عاد ماشي غير شويه. ابشر مثل ما احبابكم في الحسيمه كما سمعتوا اخوتي احبابكم في الحسيمه احبابكم في بلادكم، واحد المنظر زوين الصراحه. شوفوا على الطبيعه اللي كاينه، انا شفت تبارك الله واحد المنظر رائع، واحد المنظر رائع الصراحه. أمي وكثر ونزار الطاس لكن مش تواري مخاذي مش نقارى سيفو دار يعني تفتروا خير قحنت. شوف أتوارى إيفو دار قحنت، شوف تبارك الله، شوف شوف إيفو دار قحنت، شوف غيث ما أقي نوى نوى إيفو دار نوى تواري الله إلي إيفو دار نوى قش جنت عندي تواري أخش جنت عندي تواري. تبارك الله تبارك الله تبارك الله الله يلا كنت عندي تبارك الله. شوف هذا المنظر زوين الصراحة. مش تورى ما يثمى السعد وغومد نهارا حسيمة الطبيعي إذا يس للجو يعني وشي نهارا نتزام بإذن الله. نتمنى إن شاء الله لكم يعجب فيديو إن شاء الله، نتمنى إن شاء الله ندعو غوم إن شاء الله أكي اختاش مدي أبوني إن شاء الله أقا سيد النين إتسع دي خمسكين عاونت دي أبوني يا زون أبوني بزاف خصص عاد أبوني بزاف كما سمعتوا أخوتي. داك السيد اللي كان دوز من الصحراء هو أصله هو من الصحراء، دابا غندوز واحد الفيديو شوية ديالو هو عاونو مسكين راه بغا أبوني بزاف راه باقي خصو أبوني عاد مازال، وحنايا كنديرو مجهودنا نعاونو وانتم عاونو من جهة أخرى وحنايا نعاونو من جهة أخرى، وربي ان شاء الله يسهل عليه ويسهل على الناس الجميع. ونتمنى من الله ان شاء الله يعجبكم فيديو، نتمنى ان شاء الله شاركوا معنا فابوني، والسلام عليكم ورحمة الله.